أيضا من الأمور اللي لابد يعني التنبه لها أمر مهم جدا. عندنا بعض الناس يروح أوكرانيا، وين؟ أوكرانيا أو روسيا، أوكرانيا أو روسيا. طيب إيش يدرسهم؟ مصطلح حديث. أوكرانيا مصطلح حديث، معقول؟ صعب جدا يا رجل، كيف درسوا مصطلح العبادات؟ حتى وإن كان في طلاب عرب هناك يريدوا المصطلح، المفروض الطلاب العرب هناك ممكن تعطيهم وقت نصف ساعة بعد الفجر بعد العشاء، لكن أغلب الوقت يكون لمن؟ أنا أسافر إلى أوكرانيا ودرس مصطلح حديث، معقول؟ ها؟ مو معقول. أو أذهب إلى مثلا إلى دولة أفريقية وأدرسهم التدمرية حموية، ما يمكن، صح؟ هذا أعلى من المستوى، إلا إذا درسوا مهيئين كذا. أما أني أذهب وأدرس كتب يا رجل درء تعارض العقل والنقل، منهاج السنة النبوية، ما يمكن. قل هذه كتب أقل شيء في العقيدة، ما لك من يدرس مصطلح حديث؟ نعم. أو يذهب يقول أدرسهم قراءات. عجيب هذا، والله عجيب أخواننا، يعني سبحان الله، هذا المخاطب ما يعرف شيء. وبعدين نهاية الدرس، نهاية الدورة، يطلع الواحد منهم قال الله أكبر، والله هذا الشيخ أصولي محنك، لم أفهم كلمة. صحيح؟ وتسأل بعض الطلاب بعد الدرس إيش الدرس اليوم؟ قال والله ما أدري. سألت طالب مرة حضر دورة عندنا في القصيم، هو من ينبع، من جهة ينبع أملج وكذا، سألته أنا حضرت الدورة؟ قال نعم. قلت هذه الدورة في ماذا؟ قال 10 كتب. قلت طيب إيش الكتب؟ قال إيش دراني أنا يا رجل، أنت حضرت الدورة؟ قال حضرت، وكنت أنام هناك وأحضر مع الشباب. طيب، قال لي والله اللي اتذكر أن اسم الدورة دورة ابن سعدي. قلت تمام، مسكنا خيط الآن، دورة مين؟ ابن سعدي. إيش الكتب؟ قال والله في كتاب في التوحيد. إيش الكتاب؟ قال والله حاجة 3 كذا. قلت أصول 3؟ قال نعم. قلت لمن؟ قال لابن سعدي، لأنه علق عنده ابن سعد. يعني ما لم يفهم شيئا من الدورة، والله صدق. ولهذا يعني عندنا الآن يعني حتى في الدراسة الأكاديمية الآن يأتي الطالب مقابلة شخصية، حتى لو معه شهادة الآن، صح؟ اختبار مستوى، حدد مستوى هذا. يعني ابن عثيمين رحمه الله كان يستطيع في الدرس أنه يرتفع، صح؟ ويأتي بكلام ما يفهمه، هو ينزل 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 إلى مستوى الطلاب حتى يفهم، يكرر 2 و3 ويسأل الطلاب ويراجع ويناقش. كان يقول هو رحمه الله، يقول بقي عليه شيء واحد ما استطعت عليه، ما هو؟ قال أتابع الطلاب في بيوتهم، يريد الشيخ يروح وراء الطلاب في بيوتهم يشوف يعملوا ويدعو أو لا، يقول هذا باقي عليه ما استطعت عليه رحمه الله. أخواننا، ما هل أنا سألت أحد الشباب مرة إيش درس؟ قال درس أصول 3. طيب كم درس؟ قال درس في الشهر. إيش؟ درس واحد كل شهر. طب متى تنتهي؟ قال والله يمكن بعد 2 سنين. طيب آخر درس تتذكر أول درس؟ قال لا. بالله سألته أنا، هل ترضى أنت عندما كنت طالب أن تدرس بهذه الطريقة؟ قال لا. أخواننا عندهم مركز في دولة من الدول الأوروبية، وجوه وقالوا نبغى نعرض عليك يعني المنهج الدراسي وكذا. قلت لا تعرض علي ولا شيء، أنا أسألكم سؤال واحد،
هل ترضى هذا المنهج لنفسك؟ أول واحد قال والله ما أرضى هذا المنهج لنفسي ولا لأولادي. قلت خلاص إذا ما يصلح صدق والله. يعطي الطالب 6 مواد، طالب ما يعرف اللغة العربية أصلا. وأنت تعرف الآن في بعض الدول عندنا مثلا في الهند كتب 6، يا رجل لو تدرس الكتب 6 هنا في الكويت صعبة ممكن. قال لا أعطينا واحدة واحدة 40 نووية، صح؟ هيئني واحدة واحدة. قال لا درسوا الكتب 6. اللي يدرس الكتاب أحيانا بعضهم ما شاء الله على علمك، لكن يدرس الكتاب أحيانا لا يعرف هو شيء عن هذا الكتاب يا رجل. فلا بد من، لذلك الآن عندنا المقررات مثل مقررات المعاهد العلمية، معهد جامعة الإمام، معهد جامعة الإمام، هذه المقررات لو تنظر فيها يا رجل سهلة. والله عندنا أحد العوام قال لي، قال والله رحم الله بن عثيمين. قلت ليش؟ قال والله تعبت أقلب في الحموية أقلب في التدمرية ما فهمت شيء، أخذت ملخص الشيخ بن عثيمين رحمه الله قلت يكفيني هذا. قرب العلم، تقريب العلم يا أخوانا للناس. الناس الآن في الغالب ما يريد العلم ولا يريد الكتب. لابد نشوف طريقة تشويق الناس للسنة، تشويق الناس للتفسير. اليوم نقول لابد طريقة السلف في حفظ القرآن وكذا، وفي الغالب ما أحد يسير والله صدق إلا من رحم الله. لماذا؟ لأنه ما في تشويق. أول ما يبدأ الطالب في التفسير سورة البقرة، طبعا سورة البقرة سورة طويلة وكذا ولا يتم أصلا. لكن أنت ابدأ بقصاص سور، السور التي فيها تشويق، سورة القصص، قصص، ها، سورة مريم، سورة الكهف تتكرر عليك، صحيح، سورة الرحمن مثلا، سورة نوح عليه الصلاة والسلام فيها قصص، فهذه تشوقك للتفسير وبعدين أنت تشجع. اليوم ختمت 3 سور، غدا تختم 3 3، ثم آخر شيء تصل إلى سورة البقرة. يعني إن منكم منفرين، فكيف يعني تنفر هذا عن العلم؟ هو الآن لا يعرف شيئا عن العلم. أحسن كتاب، وهذا اختصار يعني اختصار الموضوع هذا كاملا، أحسن كتاب يصلح لكل دولة ويترجم لكل لغة ويصلح لغير المسلم والمسلم والمسلم الجديد، الدروس المهمة. الشيخ بن باز رحمه الله تعالى يعني ألف هذه الرسالة، سبحان الله وضع فيها الله سبحانه وتعالى بركة، والله رسالة مقتصرة لكن فيها بركة، بركة كبيرة جدا. والله يا إخواننا الأصول الثلاثة، هذا الكتاب، في رجل في أوروبا ضاقت عليه الدنيا، كافر هو، قام في آخر الليل وأخذ يدعو يقول يا رب إذا أنت حق دلني عليك. عندما انتهى من الدعاء قدر الله كان لديه وصول 3، رسالة موجودة كانت، سبحان الله، فتح الرسالة وبدأ يقرأ من ربك؟ ربي الله. أسلم بدون أحد، بدون داعية، بدون أي شيء. أصلا هل يلزم أنه إذا أراد الدخول في الإسلام أنه داعية يدخل في الإسلام؟ لا. فأخواننا أنت عرفت الدين الآن وعرفت الطريق، طريق مهيأ مذلل سهل، باقي نسلك أخواننا.